تزدهم جوفها الحرارة لذا لا نفرح مرحا ماشيا تزدهم جوفها الحرارة لذا لا نفرح مرحا ماشيا يمحى اسم المنادى الأصلي بغتة اسمه يكون ميتا في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا أبناء اسم الأب يبدلوا والأقرباء لن يكرروا أبناء اسم الأب يبدلوا والأقرباء لن يكرروا نحن قطع اللحوم الماشية في الأخير في التراب ننتهي في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا في الدنيا لا لأحد خلاص كل تاركا لا يلقى حرش المسجد في الدنيا لا لأحد خلاص كل تاركا لا يلقى حرش المسجد يؤتى من أقرب الأقمشة لبس الأبيض لتكفينك في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا هذا الفكر تاركا من الفؤاد لما نعدو من الهدف الأحسن هذا الفكر تاركا من الفؤاد لما نعدو من الهدف الأحسن ليسقط مناصب الحاصلة ننقاذ أمام قضاء ربنا في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا نرجع بثلاثة ثياب إذا سفهنا يكون كل نداما نرجع بثلاثة ثياب إذا سفهنا يكون كل نداما كلنا نرى حقيقة الحياة ولا نعتبر خداعات الهوى في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا في الغد في شجيرات المسجد لكلنا غرفات الزفاف
أحجار مثقل فوقها تحتها كل يقضون زمانا.